في جميع المعارك يعد الإعلام أحد أبرز الميادين، ومن يسيطر على الإعلام ويمتلك أدواته يصبح بإمكانه تحريك الشارع ونقل المعركة إلى مربعات التأثير. في الأزمة اليمنية لا يبدو أن هناك تكافؤا في إدارة المعركة بين الحكومة الشرعية وبين الإنقلاب، ويبرز هنا سؤال مركزي مفاده من يدير المعركة الإعلامية التي تخوضها جبهة الشرعية في مقاومة الإنقلاب. لا يبدو الجواب يسيرا حتى للمتابعين لهذه المعركة التي يدور رحاها في الفضاء الإعلامي، إذ لا يزال المواطن العربي يتذكر جيدا ما حدث قبل أشهر قليلة من لحظات سقوط الإنقلاب وفشله في تركيا. فبخطاب واحد عبر وسيلة إعلامية متواضعة وفضائية أهلية سقط الإنقلاب، لأن هناك خطابا قويا وصادقا مع الشعب ووسيلة إعلامية سابقت الوقت في الوصول إلى القيادة، وقيادة لم تترفع عن التعاطي مع الإعلام. تبدو المسألة مختلفة في الواقع اليمني، ففي اللحظة التي يمضي فيها اليمنيون في سباق محموم لاستعادة الدولة تغفل الشرعية ضرورة تفعيل أدائها الإعلامي في سياق استعادة الدولة المنهوبة وتوزيع المعركة بين الميدان العسكري والآخر الإعلامي، خصوصا مع ظروف الحرب وما تحتمه من متغيرات متسارعة تستلزم دعم كل الجبهات الداعمة للشرعية واستعادة الدولة بل ومصير البلد برمته. يعود السؤال مرة أخرى، من يدير المعركة الإعلامية في جبهة الشرعية لتتناسب مع المعركة النبيلة التي تخوضها المقاومة على الأرض، سواء فيما يتعلق بكشف جرائم الميليشيا وتضليلها للداخل عبر خطاب أحادي بعد أن قامت بعزل كل وسائل الإعلام المتاحة لدى المواطن اليمني، أو عن طريق الخطاب الموجه لوسائل الإعلام المحلية المساندة للشرعية، وتوحيد الخطاب المباشر للداخل اليمني كما هو للخارج المهتم والمعني بالحرب ضد الإنقلابيين. لقد كان الإعلام رافعة في حرية الشعوب وأصبح من أهم الوسائل لحماية الدولة في زمن سقوط الدول التي سقطت معها حرية التعبير. أغلق الإنقلابيون كل الوسائل الإعلامية التي لم تقبل بالإنقلاب وصادروها كأي جماعة إنقلابية تخشى الحقيقة، وعمدت إلى سلسلة من التزييف والتضليل الإعلامي وتجريف الهوية الوطنية في الوقت الذي يطمع فيه المشاهد اليمني لما هو أبعد من الخطاب السياسي إلى الاقتراب أكثر من مركز صناعة القرار ومعرفة توجه الدولة وقيادتها إزاء كافة القضايا. وكما في الحرب يجب أن تحضر الكلمة والموقف في السلم لإخبار الناس بما تحمله الحكومة من حلول لمشاكلهم واحتياجاتهم، تبدو المعركة الإعلامية مصيرية أكثر من أي وقت مضى، معركة الحرية واستعادة الدولة التي تؤمن بأهمية الكلمة وتأثيرها.